بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت، برنامجكم برنامج كروسفيت، معاكم كابتن حسين السعد. توزيعنا للبرنامج التدريبي اللي ندربه لازم يكون واعي لاحتياجات اللاعب، فمو دائما انا لازم احط تمرين قوي واذبح اللاعب او اتعب اللاعب في صاله التمرين علشان يحس بفائده. صحيح انه التطور العضلي او النمو العضلي يحتاج ان احنا نوصل قريب الى الفشل العضلي، وعلشان لياقه اللاعب تتطور لازم احاول اوصل قريب من حدود اللاعب، ولكن هذا الشيء ما يصير يوميا. لازم جدول التدريب يكون موزع بشكل ذكي، احيانا يكون في تمارين انتنسيتي عاليه شده احيانا وقصيره المده، احيانا يكون تمارين طويله دوريشن ولكن يكون متوسطة شدة، وأحيانا يكون عندنا تمارين تقويات بناء عضلي، أحيانا يكون في تمارين أكسسوري علشان اللاعب لا يتعور، فنسوي توازن ما بين هذه العضلات، وعلشان كذلك الجهاز العصبي المركزي ما نحط عليه وزن وحمل عالي بشكل متكرر، فممكن تسبب حق اللاعب إجهاد وإصابة. جدولنا اليوم عبارة عن بارت A بارت B. بارت A راح يكون فيه بعض التقويات لعضلة الصدر، عضلة الباي والتراي والسواعد، فخلونا نشوف تماريننا لعضلة اليوم. أول تمرين راح يكون تمرين البنش بريس أو تمرين الصدر. إحنا ماشيين على نسبة، فراح تكون نسبتنا اليوم 75%، 80% و 85%، جولتين في ثلاث عدات لكل وزن من هذه الأوزان. شلون نأدي تمرين البنش بريس بالطريقة الصحيحة؟ أول شيء لما أكون موجود على البنش يفضل أن القدم تكون على الأرض. تشوف بعض اللاعبين لما يتمرن مثلا يكون رافع القدم أو حاطم، لا، الأفضل أن تكون الكعب ملامس الأرض. ثانيا أحاول أسوي شوية أرتش بحيث أن يكون أفعل عضلة الصدر بشكل أفضل. بعد ذلك أحاول لما ألعب ما ألعب والكوع 90 درجة، لا، أحاول أني أنزل الكوع وألف الكوع إلى أسفل بحيث أني أقلل من تفعيل عضلة الكتف والضغط عليها وأزيد الضغط أو تفعيل عضلة الصدر. فرح ألف كتفي بالطريقة هذه ورح ألعب 45 درجة، رح يكون النزول بطيء والدفع الوزن سريع مع أني أحاول أني أشد عضلة الصدر. فخلونا نشوف. ما قلنا راح نلعب هذا التمرين سواء بالدامبل او بالبار ثلاث جولات، 70% ثلاث جولات، 75% ثلاث جولات، 80%. بعد ما ننتهي من هذه الجولات راح ننتقل الى التمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده راح يكون تمرين البايسبس، راح استخدم فيه اول شيء البار المتعرج. الملاحظه اللي بقول لكم اياها على هذا التمرين، احاول اني ما العب نص عده، احاول اني افرد عضله الباي الى الاخر وبعدين ارفع عضلة الباي واسكرها او اسوي لها سكويز الى الاخر. نشوف بعض اللاعبين يلعب بكتفه او يلعب بظهره فيخلي الكتف يلعب وياه، لا، انا احاول اعزل العضلة بحيث ان العضلة تستفيد بروحها. راح العب هذا التمرين ثمان عدات في اربع جولات. بعد ذلك راح انتقل الى التمرين اللي بعده وراح امرن العضله المعاكسه واللي هي عضله الترايسبس. اقدر اخذ البار واتمرن وانا واقف او اقدر استخدم البنش. فراح امسك البار من المسكه الضيقه واحاول اني ما افتح كوعي، اخلي الكوع مسكر او على شكل حرف 11 واحاول اني ارد الكوع الى اقصى مدى ممكن علشان أفعل عضلة الترايسبس أكثر. هذا التمرين راح نأديه ثمان عدات في أربع جولات ولازم أختار الوزن المناسب. بعد ذلك راح ألعب تمرين دامبل تبادل كذلك لعضلة الباي وأحاول مثل ما قلنا أن أتحكم بالوزن. وأحاول
احاول ان افتح الايد الى الاخر، اسكر الايد على الاخر، فول رينج اوف موفينج، واحاول اني افعل العضله وما احاول اني احرك ظهري او ادز بكتفي علشان نحاول ان العضله تستفيد. بعد ذلك راح نسوي هذا التمرين 8 عدات في 4 جولات، بعدين ندرب عضله السواعد. احاول اني استخدم وزن اقل علشان اركز على العضله، ما احاول اني اضغط عليها. راح نمسك الوزن طرف الاصابع وراح ارفع الوزن الى الاخر، بعدين انزل. راح نسوي هذا التمرين 8 عدات او 10 عدات، 12 عده حسب الوزن، للايد اليمين، بعدين 8 او 10 للايد اليسار. بعدين في تمرين ثاني ممكن نمرن فيه عضلة السواعد، واللي راح يساعدني في لعبة الخطف، لأن الخطف احنا قاعد نمسك البار بشكل واسع، فأحاول أني أقوي هذه الزاوية بحيث أنه أحاول أثبت إيدي بالطريقة هذه وأنزل بالوزن إلى الأسفل، بعدين أصعد إلى أعلى. كذلك راح نسوي هذا التمرين 4 جولات في 10 إلى 12 عدة، وبشذي نكون خلصنا بارت A من تمريننا لحلقة اليوم. أعزائي المشاهدين، بارت B بالنسبة لتمريننا اليوم راح يكون تمرين لياقة بدنية أو تمرين إندورنس. راح يكون تمرين عبارة عن 30 دقيقة أمراب. راح أسوي بهذا التمرين في البداية راح أبدأ بجهاز C2 وراح أسوي 500 متر، بعد ذلك راح أنتقل إلى جهاز الرو وراح أسوي فيه 500 متر، بعد ذلك راح أنتقل إلى جهاز السكي وأسوي 500 متر، بعدين أرد مرة ثانية وأبدأ في جهاز C2 وهكذا لغاية ما تخلص عندي 30 دقيقة، فأشوف كم جولة قدرت أخلص خلال 30 دقيقة. طبعاً بما أن الوقت 30 دقيقة فأحاول أني ما أروح سريع عشان بعدين راح أتعب وما أقدر أكمل، لا، أحاول أني أوزع الجهد على 30 دقيقة هذه كلها. بعض الملاحظات اللي بقول لكم إياها بالنسبة حق استخدام الأجهزة. أول شيء بالنسبة حق البايك، اختيار الكشن أو الكرسي للبايك راح يكون البايك على مستوى عظمة الحوض، أو إذا صعدت البايك تكون القدم مفرودة للآخر. يعني نشوف بعض اللاعبين يبدأ مثلاً تكون القدم نص، ما راح تستفيد أكثر شيء، أو ما راح تقدر تروح كالوري وايد أو مسافة طويلة بأقل جهد. ثاني شيء لما تشغل البايك حاول الركبة تكون مستقيمة. نشوف بعض اللاعبين يفتح الحوض إلى الخارج، هذا طبعاً يقلل من قوتك أو راح يضغط على بعض العضلات الضعيفة وما يعطيك أفضل أداء. بالنسبة لجهاز الرو، هو قاعد يحتسب السعرات الحرارية بناء على السير اللي موجود هني، فأحاول أسحب السير أكثر مدى حركي ممكن، مثل ما أنتم شايفين أحاول أني أسحب السير إلى الآخر بحيث أني أفرد جسمي للآخر، بعدين لما أرجع أرجع مع السير للآخر، ولكن بشرط أني ما أوقف على المشط، لا، أكون مسند على الكعب، فراح أكون مسكر ظهري، أسحب بالقدم أول شيء لغاية ما تصير القدم فول إكستنشن، بعدين أسحب بإيدي. أما بالنسبة حق جهاز السكي فأحاول أن نزولي يكون بشكل مستقيم، وأحاول أفرق جسمي أصعد على المشط علشان أقدر أسحب أكثر مدى ممكن يحسب لي أمتار أكثر. إذن الحين نجهز ساعتنا على 30 دقيقة أمراب، وخلونا نشوف تمرين مع بعض.
أعزائي المشاهدين، كذي نكون خلصنا تحدينا وتمريننا لحلقة اليوم. نشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.